في العزف على آلة القانون. يعني احنا بنحكي من كل الظروف ورغم الحصار والقهر اللي يعيشه شبابنا وأطفالنا الفلسطينيين، لأن الموسيقى جزء من الأمل. صحيح. الذي يتنفس به أبناء شعبنا الأمل والحياة. سنتابع إياكم نتعرف هذه القصة وقصة فراس إشرافي مع الزميلة رشا أبو دراز. فراس الإشرافي 19 سنة، عازف قانون. بدأت عازف من 13 سنة، اكتشفني جدي أبو أنس النجار. بدأت موهبتي في 2009 من بعد حرب 2008، من بعد ما تدمر المعهد في الهلال. أقمنا معهد تاني في مبنى الإسعافات 101. بعد هيك بدأ عندي حب الموسيقى، أو حب الموسيقى موجود من أيام المعهد القديم يعني. بعد هيك بدأت شوي شوي أتفرج على الأداة الموجودة كانت في المعهد، أطلع أكتر، أجرب كل آلة، لحد ما وصلت لآلة القانون. فعلياً أنا حطيت إيدي على القانون، بدأت أعزف. هذه الموهبة يعني من ربنا، إنه يعني إنه أنا خلص موجود حب الآلة هذه، وكملت فيها لحد وقت هذا وللآخر يعني مكمل فيها، لأنه هذا هو مجالي. دراسة الموسيقى تحتاج اهتمام، تحتاج تدريب، تحتاج حب الموسيقى نفسها علشان تكتمل الموسيقى اللي بدها تطلع من الشخص اللي بده يقدمها. في صار فرص متاحة في غزة إنه تتعلم، في معاهد تقدر تساعد. حلو إنه الواحد يكون عنده موهبة وينميها برضه في المعاهد وفي الأماكن المتخصصة في تدريس الموسيقى بشكل عام. في فئة كبيرة فيها إقبال، بحاول أنشر ثقافة الآلة اللي أنا بعزف عليها، لأنه ما كانتش منتشرة كتير، بس كل ما بنشرها أكتر بلاقي ردود فعل جميلة، وما فيها أي انتقادات بشكل عام. يعني كل الانتقادات إيجابية، إنه أحسن وأنشر أكتر هذه الآلة. شاركت في مهرجان البحر والحرية اللي بيصير كل سنة، اللي بنظمه معهد إدوار سعيد. شاركت في مسابقات، وآخرها مسابقة في 2021 أخذت المركز الأول، فئة الثالثة في مسابقة فلسطين الوطنية. شاركت مع فنانين، تسجيلات محمد عساف وماهر زين وبعض الناس يعني الفنانين. طموحاتي أكمل دراسة هذه الآلة، لأنه علم الموسيقى طبعاً ما بنتهي، قد ما أوصل له ما بنتهيش. أعزف ورا فنانين كبار، يكون عندي الحفلات الخاصة فيها برا، في مشاركات دولية، أشارك برا، أمثل بلدي أنا بآلتي بعزفي. هذه أحد طموحاتي يعني، اللي أنا بسعى لها دايماً.
يكون عندي إنتاجات فنية خاصة فيا، أعمل ألبوم إلي بعزفي على آلة القانون، يكون من ضمنه شغلات وطنية أعزفها وشغلات موسيقية تليق في الآلة نفسها وفي المجتمع اللي أنا فيه كمان. مشاهدينا نواصل وإياكم بمحطاتنا بفلسطين هذا الصباح، وطبعا في كل يوم بثنا المباشر حاضر معكم.